أنتي زيت جونسون على قشور الموز ومش هتصدقي النتيجه، الوصفه اللي هتحقق حلمك في ليله واحده، الاطباء يفعلون المستحيل حتى لا تعرفوها، وصفه معجزه بقشور الموز اللي احنا بنرميه وزيت جونسون هتعملي اجمد وصفه هتخلصك وهتريحك من مشكله كلنا بنعاني منها، اوعي تعدي الفيديو ده بجد لو عدتيها هتندمي ندم عمرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بخواتي وحبايبي عاملين إيه يا رب كلكم تكونوا بخير معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا النهاردة جايبه لكم وصفة فظيعة وصفة لو استخدمتيها هتلاقي منها نتائج هايلة تنفع للرجال وتنفع للنساء من الحاجات الفعالة جدا جدا وهتغنيكي وهتحللك اكبر مشكلتين كلنا بنعاني منهم بحاجة احنا بنرميها هنعمل مع بعض وصفة فظيعة قبل ما ابدأ وصفتي لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك يعني كل جديد لايك للفيديو فضلا ليس امرا وطبعا معايا هنا قشرة الموز والموز اوعي ترمي القشر بتاعه لانه من الحاجات الفظيعة اللي ليها فوائد رهيبة لصحة الجسم والبشرة والشعر وجسمك كله قشر الموز كنز رباني اوعي ترميه هنبدا ناخد قشره موز موزه واحده يعني هتجيب الموزه تاخدي بس القشر بتاع وده اللي احنا محتاجينه في الوصفتين اللي احنا هنعملهم مع بعض النهارده هتبداي تاخدي اي كزارولة حله حاجه تقدري ان انت تستخدميها وهتبداي تاخدي قشره الموزه دي وتقطعيها حتت صغيره وتحطيها عندك بالشكل ده في الحله بتاعتك او في اللبانه المتوفره عندك هتقطعيها حتت صغيره وزي ما قلت لكم قشره احنا مش محتاجين غير قشره موزه واحده بس في الوصفه بتاعتي اهم حاجه تكوني غسلها كويس جدا علشان ما يكونش فيها اتربه ولا اي شوائب تضرك المفروض ان انت تغسليها كويس او بسنه بس من الخل وتغسليها قبل الاستخدام بعد ما قطعناها بالشكل ده قطع صغيره هتبداي تنزلي عليها بكوبايه وكمان نص كوباية من المية يعني كوباية ونص من المية المية العادية اللي من الحنفية عادي وهتبدأي تاخديها بالشكل ده كده وهترفعيها على نار هادية جدا لمدة 3 دقايق تنزل الفوائد بتاعتها بس انا مش عايزة المية بتاعتها تنشف انا عايزاها تغلي بالتالي الميه قشره الموزه تنزل الفوائد في الميه وكمان تكون الميه بتاعتها ما نشفتش فخليها على نار هاديه ثلاث دقايق تغلي غلوتين ثلاثه كده على نار هاديه وبعدين اقفلي النار على طول هحطها على النار حبايب قلبي وهرجع لكم تاني بعد ما حطيناها على النار زي ما انت شايفه بالشكل ده الميه بتاعتها ما نشفتش خالص لسه زي ما هي آه علشان احنا محتاجين الميه ومحتاجين القشور نفسها هتبدأي تجيبي طبق تاني بالشكل ده وهتبدأي تاخدي قشرة الموزة بتاعتك المغلية وهتبدأي تصفي المية وتفصليها عن الكشور بعد ما الكشور استوت معي هنبدا ان احنا نفصلها تماما وهناخد القشر طبعا احنا خلاص كده فصلناه هناخد القشر ده بقى وهنبدا ان احنا نطحنه في المطحنه او نخلطه في الخلاط او نفرمه في الكبه لحد ما يبقى ناعم زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي احنا فصلنا الموزه بتاعتي المهروسه في خدنا الميه بتاعتها في ناحيه وخدنا القشور وضربناها لحد ما بقت ناعمه بالشكل ده فعندنا دلوقتي القشور متقسمه علي اتنين المغلي بتاعها في ميه وكمان القشر نفسه مطحون وناعم عشان هنعمل طريقتين والطريقتين دول هيغنوكي وهيحلولك مشكلتين بتعاني منهم وكلنا كمان بنعاني منهم ، اول حاجه هنعملها هنبدأ الاول بالميه علشان الميه دي احنا هننقعها شويه هتبدأي تاخدي معلقه كبيره من زيت جونسون للأطفال وهتحطيها علي ميه قشور الموز بتاعتك بالشكل ده وهتبدأي تقلبي كويس جدا، بعد ما قلبناهم بالشكل ده هنبدأ ننزل عليهم بقى بالمكون التاني، والمكون التاني هو هيكون. تاخد معلقة من القهوة العادية خالص بس لحظي هنا القهوة بتاعتك ما تكونش لا سريعة الذوبان ولا تكون محوجة يعني ما يكونش فيها اي مكونات تانية او اي اضافات تانية لان الحاجات ديت انت ما بتبقيش ضمنها هي مختلطة بايه فهاتي قهوتك سادة خالص ما فيهاش اي مكونات تماما قهوة سادة غامقه بقى فاتحه مش هتفرق وهتقلبي كويس قوي ميه قشور الموز مع زيت جونسون وكمان معاهم القهوه وهنقلبهم كويس جدا هتبدأي بقى تاخدي الميه بتاعتك دي وتركنيها عندك لمده ساعه تتنقع هتتنقعوا مع بعض من نص ساعه لساعه على قد ما تقدري تنقعيها ايه نقعيها هنبدأ نركنها بالشكل ده وهنيجي بقى على قشره الموزه بتاعتي المفرومه وهنعمل طريقتنا التانيه وطريقتنا التانيه سهله وبسيطه جدا جدا وبصي نتايجها فظيعه هتبدأي تاخدي قشره الموزه المهروسه بتاعتك دي وتكون زي ما انت شايفه كده مهروسه ناعم قوي ناعم قوي قوي زي الكريم هتبدأي بقى تاخدي عليها معلقة لأ... هنحط عليها معلقه من النشا أو الكورنفلور وتقدري انك تستبدلي النشا ببودرة الأطفال بودرة جونسون للأطفال أو ممكن تستبدليها بالضيق أو الطحين ده لو مش متوفر عندك نشا لو متوفر عندك نشا عادي حطي نشا كويس جدا لأن هو الأفضل في الوصفة هنبدأ نقلبهم شايفين القوام معايا كريمي ازاي مع التقليب المستمر اديني قوام ناعم اوي وزي ما انت شايفه كده لازم تنعميها قوي وده افضل ليكي هنقلب النشا على قشره الموزه المفرومه بالشكل ده وهنبدا ان احنا نحط عليهم معلقه من زيت جونسون للاطفال معلقه من زيت جونسون للاطفال بالشكل ده كده معلقه تكون صغيره خالص من زيت جونسون وهنقلب كويس قوي زيت جونسون مع قشره الموزه المهروسه وكمان معاهم آه النشا او الكورن وهنقلبهم تقليب كويس جدا بحيث ان هم يكونوا ناعمين جدا وما يكونش فيهم اي تكتلات يكونوا مختلطين مع بعض تماما زي ما انتم شايفين اهو هتبداي بقى تحطي عليهم مكون اخير وده اساسي معايا لانه بجد من الحاجات الفعاله قوي قوي وكنز رباني عظيم وهي معلقه من القهوه العاديه برضو زي ما قلت لكم ما تكونش سريعه الذوبان يعني ما تكونش نسكافيه وكمان ما تكونش محوجه وهنبدا نقلب المكونات بتاعتي كويس قوي بحيث ان هما يتجانسوا تماما مع بعض ويدوني قوام كريمي خالص الوصفه بتاعتي دي فظيعه والوصفه الثانيه رهيبه بعد ما قلبناهم تعالوا بقى هنقول مع بعض طريقه استخدام الوصفتين وهيفيدوك في ايه وهتعملي بيهم ايه بالظبط هنبدا الاول نقول على الوصفه بتاعتي الاولانيه الميه السحريه اللي احنا عملناها مع بعض دي وهي ميه الموز بتاعي قشره الموز بتاعتي هتبداي تاخدي الميه السحريه دي بقى هتبداي تغسلي بيها شعرك الوصفه دي بتعمل ايه الوصفه دي بتعالج شيب الشعر المبكر يعني لو انتي صغيره في السن وبيطلع لك شيب هتشيله تماما ولو خايفه يظهر لك شيب مش هتخلي فيه شيب في شعرك طب لو عندك شيب وكبيره في العمر هتحول شعرك الابيض الى شعر اسود كمان بتنعم الشعر بتكثف الشعر بتنبت الفراغات بتشيل التقصيف بتاع الشعر بتشيل خشونة الشعر بتعالج شيب الشعر بشكل طبيعي هتخلي شعرك يرجع اسود زي الليل حتى كمان لو انت عايزه تستخدميها لتطويل وتكثيف الشعر وما عندكيش شيب هتمنع ظهور الشيب ومش هتخلي يجيلك شيب مبكر ولا هتخلي شعرك يبقى ابيض خالص الوصفه دي كانوا بيستخدموها اجدادنا زمان من الحاجات الفعاله لعلاج شيب الشعر وتنعيم الشعر وتكثيف الشعر وتطويل الشعر وكمان لفرد الشعر الخشن والمجعد والمتقصف كل اللي انت هتعمليه قمر هتاخدي الميه دي وهتبداي ان انت تشطفي بيها شعرك كويس جدا مع التدليك والوصفه دي كمان تنفع للرجال يعني مش للنساء فقط تمام وهتستخدميها مرتين في الاسبوع هتبداي تاخدي بقى الكريم الرهيب بتاعنا ده وهتبدأي تدهنيه والوصفة دي برضو للرجال وللنساء هتبدأي تدهنيه على أي حتة في وشك فيها تجاعيد ومكرمشة وخطوط وسواد وبقع داكنة وأثار جروح وأثار الحبوب هتبدأي تدهنيها كويس جدا بالشكل ده وهتسيبيها لمدة عشرين دقيقة كاملة وبرضو هتستخدميها مرتين في الأسبوع دي بقى هتخلي بشرتك تبقى بتلمع هترجع مراية بجد هتستخدميها وهتلاقي منها نتائج هايلة الوصفتين دول زي ما قلت لكم وصفة الشيب علاج الشيب مع التنعيم والتطويل والتكثيف هنستخدمها مرتين في الاسبوع هنحطها ساعتين وبعدين هنغسل شعرنا بالشامبو هنستخدمها مرتين في الاسبوع الكريم الرهيب ده برضو هنستخدمه مرتين اسبوعيا لمدة عشرين دقيقة ممكن تعملي الوصفتين مع بعض علشان يدوكي نتيجة وكمان تعمليهم مع بعض افضل ليكى